السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم. اليوم غادي نشارك معكم هذا البريونش كيجي ولداد لداد بزاف اكثر من رائعين، واهم من هذا الشيء اقتصاديين وخفاف اسفنجيين. شوفوا معايا شو كيجيو خفاف بمقادير بسيطه موجوده في كل بيت. غادي نقطع لكم حتى باش غادي تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجيو. هانتوما هانتوما شوفوا العجينه ديالهم كيفاش كتجي خفيفه باش كيجيو عامرين من الداخل ومعلكين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. يلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. عندي كاس ديال الحليب دافي، ونزيد عليه كاس ديال الماء دافي، غادي نزيد عليه كاس لاروب كاس معمر ديال السكر سنيده، غادي نزيد معلقه كبيره ديال خميره الخبز او خميره حبيبات، غادي نخلط مزيان. غادي نخليه واحد ما بين 4 دقائق حتى 5 دقائق صافي كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما دازت 4 دقائق غادي نخلط مزيان، وغادي نزيد المقادير اللي باقا عندي. غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، غادي نزيد عليهم دانون مسوس او ياغوت مسوس طبيعي بدون سكر، غادي نزيد شويه ديال الملحه قبيصه ديال الملحه ولا نص معلقه، شويه تقريبا الراس ديال المعلقه، وغادي نزيد هاد لافوم ديال الليمون. الا ما كانتش عندكم القشور ديال الليمون ولا الحامض ممكن تعوضوا بهاد لافوم ديال الحامض ولا الليمون المذاق اللي كتبغيو صافي. وغادي نخلط مزيان، ونوعيه الدقيق كتختلف. كاين نوع ديال الدقيق اللي كيشرب وكاين شي نوع ما كيشربش. بحال دابا العجينه انا خليتها كتبقى تلصق في اليدين، ها انتما كتشوفوا بحال هكا صافي. غادي ندهنها بشويه ديال الزيت صافي، وغادي ندير ليها السلوفان وغادي نخليها تضاعف الحجم ديالها.
كيف ما قلت لكم غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تضاعف الحجم ديالها وغادي نرجع معكم. حاولوا نقطعوها مزيان باش ما يدخلش ليها البرد. صافي غادي تضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. من بعد ما دازت نص ساعه المكانه صافي العجينه ديالي راها خمرات. ندير شويه ديال الزيت في يدي باش ما تلصقش ليا العجينه. ها انتما شوفوا العجينه كيفاش كتجي. صافي غادي نجمعها هكا وغادي نحاول ندير كويرات صغار بحال الكويرات ديال المسمن. غادي نمشيو على قياس واحد هكا. كما كتشوفوا العجينه ما دلكتها ما حتى شي حاجه وعطاتنا الضوء داك الوقت اللي كنخليوها كترتاح. صافي دابا كنتحكموا فيها كيف ما بغينا. صافي كنبقاو نقطعوا. نحاولو نديرو قياس واحد. صافي من بعد ما كملت العجينة ديالي خرجت لي 20 قطعة على حساب الحجم اللي درت. ممكن تخرج لكم أقل أو أكثر على حساب العجينة على حساب الكويرات اللي غادي نديرو. صافي من بعد ما نققت هاد العجينة مزيان أو هاد المسمنة هكا على شكل مسمنه سمحوا لي. صافي كنبقاو نجرو هكا فكنتحكموا فيها ما كيبقى عليها حتى شي حاجه. غادي ندير شويه ديال الزبده اللي ذوبتها. صافي وغادي نطوي المسمنه غادي نطويها عادي نطوي على شكل مسمنه سمحوا لي كنقول مسمنه. غادي نرقق مزيان عاوتاني هكا غادي ندهن بشويه ديال الزبده وغادي ندير واحد المعلقه ديال معلقه صغيره ديال المربى على هاد الشكل هذا ونحاول ندهنها مزيان. وعندي هنايا الكاوكاو من بعد ما قليتو ولا حمرو في الفران غندير تسوى تقريبا معلقه. صافي كما قلت لكم قليته في الزيت ومن بعد خليته تابلت وحمرت وطحنته. صافي وغادي نطوي هكا نبداو نجمع مال هكا باش يجيونا على شكل ديال شكل شنيك. وناخذوا هاد هنا نحاولوا بحال نجمعوا بحال هكا ندخلوه هنا كيف ما شفتوا. غادي ندير معكم واحدة اخرى. Thank you.
كيفاش خد الملاوي كتحاولوا تجمعوهم هكا راه ما يتحلوا ما حتى شي حاجه على هذا الشكل. هذا اللي شفتوا غادي تحل حاولوا تدخلوا لها دوك الجنيبات ديالها. هاد الفراغ راه مثلا غادي يخمروا ملي غادي يخمروا راه غادي تعمر هاد البلاصه. تنسيت الحيطه هنا كيف ما شفتوا خرجت لي كما قلت لكم 20 قطعه. فإلا درتوها صغيره ممكن تخرج لكم اكثر. ها انتما صافي مباشره غادي ندهنهم. عندي هنايا صفر ديال البيض درت معاه شويه ديال الحليب صافي وغادي ندهنهم وغادي نغطيهم وغادي نخليهم يخمروا. ملي غادي يخمروا غادي نعاود ندهنهم عاوتاني عاد غادي ندخلهم للفران. شويه ديال الكونفيتور ودرت لهم شويه ديال الكاوكاو صافي تزين تيبقى اختياري. كيف ما شفتوا معايا ما دلكتهم ما درت لا عجينه لا حتى شي حاجه وكيجيو رطبين كيجيو خفاف. ها نتوما شوفوا معايا العجينه ديالهم كتجي رطبه اسفنجيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم. السلام عليكم نتلاقاو في فيديو جديد.